بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. الأخ الرئيس، حسب نص المادة 77 من اللائحة الداخلية التي تنص ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليها إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها، وهذا الموضوع حسب الأسباب الاستقالة، استقالة الإخوان أن الرئيس خصم في وأحد أسباب الاستقالة، فتطبيقا للائحة يعني مدام الرئيس وبالأسباب الموجودة أن سبب الاستقالة الرئيس، أعتقد أن فيها مخالفة دستورية ومخالفة للائحة الداخلية. بس تفضل، خلاص قلت وجهة نظرك، قلت وجهة نظرك. تفضل الأخ فيصل الكندري. أخ حمدان، وصلت وجهة نظرك دون أي مقاطعة. اسمح لي، اسمع ردي، أنت موجه للحديث، اسمع ردي. لا ما راح يضيع وقت الجلسة. أنا بس بفهمك التالي: المادة 77 واضحة وتنص ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. يعني إذا في موضوع معين والرئيس يريد أن يبدي رأي في هذا الموضوع، عليه أن يترجل عن المنصة ويعود إلى كراسي النواب ويبدي رأيه، لا علاقة لها بما تفضلت فيه إن كان هناك رأي بأن الرئيس محايد أو غير محايد. هذا رأي. أيضا اسمع مني بس، لا يقصد بنص المادة ما يصدر عن الرئيس من استيضاح أو توضيح، إنما من أعمال الرئيس، بل من واجباته أنه أحيانا يوضح بعض المسائل مجرد توضيح أو يستوضحها مجرد استيضاح. وإذا تبترجع هذا موجود في مضبطة الجلسة رقم 10 صفحة 45 في جلسات المجلس التأسيسي. فدور الرئاسة نعرفه ونعيه جيدا. ولو كان الأمر على ما تراه حضرتك، عيل أي واحد في أي موضوع ما يبي الرئيس يدير هذه الجلسة، بيقوم ويقول والله الرئيس غير محايد أو الرئيس طرف. إحنا أمامنا استقالات، أنا أدير الجلسة وأنا منتخب من قبل غالبية ساحقة من النواب، وأتشرف بثقتهم لإدارة الجلسة، ولذلك أنا سأدير الجلسة وفقا للائحة والدستور. تفضل أخي عقوب الصالح.